الشغل ده ما يسواش، ما يلزمنيش يا بوريك. المطاعم ميلو برودوي. ميسي باروكا؟ يبغى اه؟ يفالي ابورتي ان اكسبير. بقول لك ده مغربي نمبر 1. كان لازم تجيب معاك خبير. اجيب خبير معايا؟ طب مايل عليه بقى وسمعه الكلمتين دول. شوف يا خواجه، الشغل ده باكستاني وبيقطروه بشعب اخضر عشان يعضل. عندنا في مصر كبيرهم بيبخروا بيه. مش كده يا صاحبي بالهداوه. جي ريان كومبري. مي ديبي كو سي لو سول برودوي كو جي. بقول لك مش فاهم حاجه، ودي البضاعه الوحيده اللي معايا والصفقه لازم تتم. وانا ما قلتش مش هاخدها. بس تعالى لي في الدور واظبط معايا المصلحه شويه. خليك تسوا دايركت على كبير. بص يا خواجه، من الاخر كده انا هاخد الشغل ده، بس المهر يخص النص. فكر ورد عليا دلوقتي. ضاع اشتري بروبي. اعطيه مطير. داكور. ديل. مبروك علينا المصلحه. يا ابن اللعيبه. ايه ده؟ جبتيه منين ده وازاي؟ ايه ده؟ في حاجة؟ انتي عارفة ده سعره كام؟ مين اللي هيديكي هدية زي دي وليه؟ وانا مالي بسعر؟ هدية وجاتلي خلاص خلصنا مالي؟ لا ما خلصناش. اللي تقبل هدية غالية بالتمن ده يبقى اكيد دفعت تمنها وغالي قوي، ولا ايه؟ انتي عايز توصلي لايه بالظبط يا رحيم؟ حطاني في دماغك قوي كده ليه؟ ولا عايز تعملي عليا صحفيه وبتدوري على اسراري؟ وفين؟ في دلابي كمان. مش لاقي عليكي خالص. ولا تكونيش زعلانه مني عشان قلتيلي عايزه اشتغل في المحطه وانا قلتلك ما ينفعش. انت عارفه ايه اللي يليق عليكي؟ شغل البيوتي سنتر وبس. على فكره انت اكتر واحده في الدنيا دي انا مش عايزه منها اي حاجه. اللي هعوزه هعمله بنفسي. بس للاسف كل شويه بتصدميني بمصيبه شكل. انا معرفش انت عايزه توصلي لايه ايه، وليه بتفرطي في نفسك بالسهل قوي كده؟ افرط في نفسي؟ هو انت فاكره كل الناس زيك ولا ايه؟ هو اللي بينجح وبيكبر بيبقى بيفرط في نفسه؟ ايه الجو ده؟ انت عارفه كويس قوي ان انا مظلومه واني ما عملتش اي حاجه. ولا هتعملي. فشلك ده بتاعك انت، انا ماليش علاقه بيه. حليه بقى بعيده عني. انت فاهمه؟